الباب الخامس والتسعون ومئة، باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه.